السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله ليفالياسيون اي كونسوليداسيون، التقويم والدعم. الوحدة الأولى لا سيفيليزاسيون ماروكان، الحضارة المغربية، صفحة رقم 37. إذن هاد الصفحة هادي غادي نديرو فيها لا ليكتور. الهدف ديال الدرس ليغ اي كومبخوندغ ان تكست انفورماتيف، نقرأ ونفهم نص كيعطينا معلومات. العنوان ديال النص لو فيتمون صحراوي. اذا غادي نقراو نديرو جوج ديال القراءات كيف ما العاده. القراءه الاولى كنشرحوا فيها الكلمات، والقراءه الثانيه كتكون قراءه متانيه. لو فيتمون صحراوي، اللباس الصحراوي. لو فيتمون تراديسيونيل، لباس التقليدي دو لوم صحراوي. لباس التقليدي ديال الرجل الصحراوي s'appelle le draa، كيتسمى الدراعه. il s'agit، يتعلق الامر، d'une gandoura، يتعلق الامر بغندوره او قشابه ample ample واسعه. est ouverte ومفتوحه sur le côté، من الجانب، pour laisser passer l'air، باش تخلي الهواء يدوز. les coutures décoratives، الخياطات اللي كتزين sur le devant، الخياطات اللي كتزين في الامام او في القدام de la draa، ديال الدراعه، sont généralement faites à la main، يعني هاد الخياطات كتكون عموما مصوبه باليد. cette gandoura، هاد الغندوره او القشابه، est toujours bleu، دائما كتكون زرقاء. mais lors du mariage، ولكن عند الزواج يعني في العرس، les hommes emportent، يعني الرجال كيلبسوا، généralement une blanche، كيلبسوا وحده بيضاء، عموما كيلبسوا وحده بيضاء. سو سيت غاندورا، يعني تحت هاد الغاندورا، لي صحراوي، يعني الصحراويين، الرجال الصحراويين، بورت ان بونطالون كور، كيلبسوا سروال قصير، ان سروال. il s'agit، يتعلق الامر، d'un pantalon bouffant، يعني واحد السروال اللي كيكون منفوخ بحال فيه الهواء، très bas وقصير بزاف. هاد السروال هذا كيتسمى عند المغاربه كيتسمى سروال قندريسي. il porte aussi un chèche، كيلبسوا ايضا ان شاش. ان شاش هي العمامه، العمامه هي هذه اللي كنشوفوها عند هاد الراجل هذا اللي دايرها فوق راسو، هذه هي ان شاش، عمامه. ان شاش دونفيرون، يعني تقريبا 4 à 5 متر، يعني فيها 4 حتى 5 ديال المتر دو لون، ديال الطول. اون غولي، يعني كتدور اوتور دو لا تيت، كتدور حول الراس بحال اللي داير هذا مدور على راسو. pour se protéger، باش كتحمي du soleil، باش كيتحمى من الشمس. du vent، الريح، de la pluie، الشتا، du sable، الرمله، et du froid، والبرد. عندي واحد الكلمات هنا اللي مشروحين، traditionnel ancien، يعني قديم او تقليدي، ample très large، واسعة جدا. بوفون، كي سومبل غونفلي دير، يعني كتبان بحال منفوخة بالهواء. ان شاش بوند دو تيسيو، بوند بحال واحد الشريط دو تيسيو ديال 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 الثوب، كو لون نونغول، اللي كندوروه اوتور دو لا تيت، كندوروه على الراس. إذن غادي نوليو نديرو قراءة أخرى. لو فيتمون صحراوي. لو فيتمون تراديسيونيل دو لوم صحراوي سابيل لو دراعة. إل ساجي دون غاندورا أمبل، إي أوفيرت سور لو كوتي بور laisser passer l'air. les coutures décoratives
sur le devant de la daraha sont généralement faites à la main. Cette gandoura est toujours bleue, mais lors du mariage, les hommes, les hommes emportent généralement une blanche. Sous cette gandoura, les Sahraouis portent un pantalon court, un sirwal. Il s'agit d'un pantalon bouffant, très bas. Il porte aussi un chech d'environ 4 à 5 mètres de long, enroulé autour de la tête pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable et du froid. D'abord, nous avons les questions. Je réponds aux questions. La première question, recopie le titre du texte. Nous allons nous le nom du nas li huwa le vêtement sahraoui. يعني اللباس الصحراوي. La deuxième question, سؤال ثاني. Qui porte ce vêtement traditionnel? شكون اللي كيلبس هذا اللباس التقليدي؟ إذن سي لوم صحراوي. لوم صحراوي، الرجل الصحراوي هو اللي كيلبس هذا اللباس التقليدي. إذن لوم صحراوي. إذن قلنا لوم كي بورت سو فيتمون تراديسيونيل، شكون اللي كيلبس هاد اللباس التقليدي؟ لوم صحراوي. هو اللي كيلبس هاد اللباس التقليدي، سي لوم صحراوي كي بورت سو فيتمون تراديسيونيل. لا تخوازيام كيستيون، دو كومبيان دو بارتي سو كومبوز لو فيتمون صحراوي، يعني شحال كاين من 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 جزء في في هاد اللباس التقليدي. هاد اللباس التقليدي منين كيتكون؟ إذا كيتكون، إذا غادي نقولو إيل هادي كتعود على لو فيتمون صحراوي. Il se compose d'une gandoura, fih gandoura, ou fih un pantalon court, li gouna huwa dak sirwal qandrisi, ou fih un chech, li hiya dik l'amama. Donc, ghadi nkitbou, il se compose, yani yetakawen, yani il ala libas, ala libas harawi. Il se compose d'une gandoura. Un pantalon court et d'un chech la maman ni kitkoul men gandoura ou sirwal qasir ou amama et d'un chech. La quatrième question. De quelle couleur est ce vêtement généralement? Yani, ina loun had libas hada ki koun umouman. Donc, ce vêtement est généralement de couleur bleue ki koun umouman
بلون ازرق، يعني ديك الكندوره كتكون عموما في لون ازرق. دونك سو فيتمون، سو فيتمون الي، دونك الي جينيرالمون de couleur bleu. يعني عموما كيكون داك اللباس او ديك القندوره كتكون بلون ازرق. لا سانكيام كيستيون، كون لوم صحراوي بورت تيل اون غاندورا بلونج، يعني متى الرجل الصحراوي كيلبس غاندوره بيضاء؟ اذا قلنا بانه كيلبسها في العرس، في العرس يعني لور دو مارياج. دونك هنا غادي نكتبو لور دو مارياج. جو دي بيان، يعني هنايا خصني نقرا هادو، نقراهم اولا نقولهم بشكل جيد. برونونس لي سيلاب، خصني ننطق هاد لي سيلاب. عندي هنايا لو في، هنايا اكسون سيركونفليكس في تو مون، يعني هادي كتقرا لي لو في تو مون، لو في تو مون. هنايا عندي ترا دي سيو، هادي واخا تي ما كنقولوش تيو ولكن كنقولو سيو، سيو نال traditionnel de l'homme sahraoui sahraoui s'appelle s'appelle le de ra'a le de ra'a. La question numéro 7, lis les mots. غادي نقراو هاد الكلمات. Pantalon, pantalon. Généralement, généralement. Ample, ample. Gandoura, bouffon, bouffon. M'entends pas de bouffon. Lis les phrases. La question numéro 8. Il porte un chèche d'environ 4 à 5 mètres de long, de long, enroulé autour de la tête pour se protéger du soleil, du vent, de la pluie, du sable et du froid. إذن هنايا عندنا واحد اوتو ايفالياسيون، يعني هادي غادي تجاوبوا عليها نتوما، غتجاوبوا عليها اوتو ايفالياسيون، يعني بحال كنقوم راسي. جي لو ان تيكست انفورماتيف، واش قريت ان تيكست انفورماتيف؟ يعني وي طبيعه الحال وي. جي ريبوندو او كيستيون، واش جاوبت على الاسئله؟ وي. جي بيان لو لي سيلاب لي مو اي لي فراز، يعني قريت مزيان لي سيلاب و لي مو و لي فراز. وي. وهنايا كتكون تسالت الحصه ديالنا صفحه رقم 37. الى الحصه المقبله ان شاء الله، ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلكم، باش يوصلكم الدروس المقبله ان شاء الله. الى اللقاء.